احمد الطرابلسي معنا بالتليفون سي فرج، نسلم عليك. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا سي زهير، شنو احوالك؟ مرحبا بك سيدي، اهلا وسهلا، مرحبا بك. يعيشك يعيشك. هاي سيدي، احكي لنا شنو اللي صار على سيد احمد. قداش عمره ولدك احمد؟ ولدي احمد 3 ديسمبر 75 مولود. معناتها تقريبا يعني 47 سنة. أي. نعم. دونك هو اللي متزوج وعنده زوج صغيرات. اي يا سي زهير، متزوج وعنده زوج صغيرات وقايم بي انا. أي. انا هو يدي، هو سقي، انا رجل كبير، هو اللي يقضي لي، هو اللي قايم بي الدنيا كلها. حتى حتى المدام الله يرحمها متوفيه، دونك هو اللي امه متوفيه الله يرحمها. أي. وهو اللي هي بي وصغيرات ويقرا في المدرسه. تصدقش يا سي زهير، تو مثلا ندبر شكون باش يوصلهم يهزهم ويجيبهم. لا اله الا الله. يعني على ولدي على وقفه. نعم سيدي. شنو اللي صار؟ احكي لنا شنو اللي صار الثلاث اللي فات. انا اللي صار، كلمني ولدي تقريبا لحداش ونص، قال لي يا بابا راني انا في المنطقه نتاع حي البحري. يا ولدي شبيك لاباس؟ قال لي يا بابا ما ثم حد شيء، رحنا عندنا وقفه احتجاجيه وما ثم حد شيء وما عملنا حد شيء وما تخاف من حتى حاجه راهو. بحول الله وتو نخرجوا انا ومهر ودبور. يسمعونا يحكيوا معانا ونروحوا على رواحنا. نحكيوا معانا تحقيق من جمله. انا عندي خويا بحدا المنطقه، كلمته قلت له بالله يا خويا شوف لي شكون تعرف واحد. شافني قال لي راهو، قالوا حكايه فارغه يعني ما فيها حتى شيء. الثلاثه نتاع العشيه يمشي الحاكم التحقيق ويروح، ما ثم حد شيء. نكلم فيه الثلاثه نتاع العشيه، قال لي حولونا للحاكم التحقيق. أي. بعد شويه عاودت طلبته، قال لي حولنا لمحكمه الناحيه. آه. يا ولدي شنو محكمه الناحيه؟ انتم الشعب. قال لي بابا والله العظيم لا عملنا شيء، ما لا حرقوا لا سكروا كياس لا اعتدوا على املاك الناس. هي ما هي وقفه احتجاجيه جماعه كلهم قد برج الضيافه على رخصهم. آه. ويطالب على الرخصه نتاعو. يعني كنا الكل يعني الوقفه الاحتجاجيه هذه قدام شنو صارت؟ قدام برج الضيافه. برج الضيافه باه. باو في بالهم الوزير نتاع النقل نهارته جاي للبرج الضيافه. جاي مش تلاقى هو السيد الوالي، مش في بالهم باش يوصلوا صوتهم. دونك عملوا وقفه احتجاجيه مجموعه من سائقي سيارات التاكسي. اي صحيح، باش يوصلوا صوتهم للسيد الوزير، وهو باش مثلا يقول للوالي ولا ما نعرفش عليه باش يعطيهم رخصهم. علاش من بعدين صارت مداهمات وشنو؟ اما ولدي والله مجرد كلام هو اللي سمعت انا، كلام ولا شنو هو؟ ما هوش لا ضرب لا حتى شيء. ولدي حتى كيتكلم عنده هكا الاسلوب الفدلكه، وهكا اصحابه الكل تسال عليه كلهم يحبوه. على خاطر عنده ديما الاسلوب الفدلكه وديما يفدلك وديما ما عنده حتى شيء. علاش شنو اللي ثم هذا الكل؟ الاربعه وربع تحكموا عليه شهرين سجن وبالنفاذ العاجل. ايش ثم هذا الكل؟ معناتها من غادي من المركز تعدى لوكيل الجمهوريه، من وكيل الجمهوريه تعدى القاضي التحقيق، ومن غادي تحكم بشهرين ومع النفاذ العاجل تدور للحبس. حكمت الناحيه قالوا لي قاضي في حكمت الناحيه بيه؟ حكمت عليهم شهرين معلم مع النفاذ العاجل. ايش ثم هذا الكل؟ يعني قاسي، حكم قاسي. علاش ايش عملوا؟ توقفتوها من هارتها ولا بيتهم ليله قال باش تترباوا الحاجه تسيبوهم؟ يعني ناس نظاف كي هو كي مهر بودبوس، يعني ناس معروفين وناس نظاف. قديش من واحد توقفوا في المسألة هذه؟ أحمد الطرابلسي ومهر بودبوس هما الزوز. زوز يا أخي، هما يعني الوقفة عملوها زوز من ناس ما هو فيها برشا. في يجي 500 رقبة سي زهير. هي علاش زوز هذو كهو؟ كان هكا الزوز هكا. الزوز هذوما ونفس الحكمة شهرين حبس مع النفاذ العاجل. شهرين شهرين الزوز، شهرين شهرين. معناتها ولدك خلى صغيرات، قلت لي زوز صغيرات قداش عمرهم؟ والله زوز صغار يا سي زهير، زوز صغار يقراوا في اللفران يعني. والله العظيم نبدا ندبر شكون يهز لي، شكون يوصل لي، شكون يجيبني، وساعة نهار يمنكم ما يمشيوش. عليه هكا تو السيد الوالي ما يراعيش الظروف هكا يعني صغيرات. حاولت تقابل مسؤول من المسؤولين غادي توصل صوتك؟ لا ما شكون باش نقابل يا خي؟ بالله انا مشيت امس قالوا لي تقابل الوالي. تقابل قدام الوالي ماشي قابلني انا سي زهير. علاش ما يقابلكش؟ ماك مواطن يقابلك؟ شنو ما يقابلكش؟ مالش قاعد يعمل؟ انا وقفه عملوا وقفه احتجاجيه قدام الولايه كل شيء. مشيت قابلت يوسف العوادني الله يرحم والدي. يا سي يوسف ولدي ولدي، قال لي حتى احنا ولدنا امين عام الاتحاد الجهوي للشغل. الاتحاد الجهوي للشغل قال لي احنا علاش المسيره هذه وكل شيء؟ ما احنا على خاطرهم هما.
ولا توا السيدة القاضية ولا المجلس القضاة علاش ما يراعيوش هكا يتوا الحبس يبالهم عندهم يعني حاجة. شنو رسالتك ولشكون رسالتك تحب توجهها بابا فرج؟ سي زهير أنا هنوجه رسالتي للسيد الوالي وللسادة القضاة يراعيوا لنا ظروف صغارنا. ما هوش معقول هك على كلمة ولا على حاجة يعني يعملوا شهرين يتمروا له حياته يتمروا له عائلته يتمروا له أبوه. أنا رجل كبير عندي تنسيون وعندي السكر صدقني مش نمشي فيها أنا الوقفة بتاع ولدي الصغيراته والله صدقني مش يضيعوا يا سي زهير. يراعيولنا يعملون عملنا بطل استئناف يقدمونا الاستئناف النهارين هذوما ويخرجوه فعليش شنو هو اللي عملوا هما باش يتعاقبوا العقاب هذا واضح. الكل شنو يعملوه في كل الحالات هذه الرواية متاعك بابا فرج شكرا ليك ان شاء الله صوتك يوصل للسلطات وحنا عندنا ثقة كبيرة في القضاء شكرا ليك نشكرهم وعندنا ثقة في القضاء متاعنا وعندنا ثقة في القضاء جستم وان شاء الله القضاء ينصف بعين الله الرحمة ويعطفوا عليهم ويفكوا سرحهم على قريب ان شاء الله يا رب.
الله.